أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا معنا الأخ عبد الإله من الرياض. تفضل عبد الإله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع السلام. صوتك. بالله بسأل الشيخ. تفضل. بسأل الشيخ، في ناس استأجروا أجار بيت، وهذا البيت يعني فلوس هذا البيت مو بحلال يعني، فكيف يطلعون زكاته؟ حبوا يطلعون زكاته، كيف يطلعون زكاته؟ طيب فضيلة الشيخ، هؤلاء استأجروا بيت من فلوس غير حلال، كيف للذي أخذ هذه الفلوس يطلع زكاتها؟ نعم، يقول الذي قبض هذه الفلوس من هذا الإيجار، يقول فضيلة الشيخ بأنهم استأجروا بيت وهذه النقود ليست حلال، هذا الذي أخذ الفلوس صاحب البيت كيف يزكي هذه الأموال وهي غير حلال؟ إذا كان صاحب البيت يعلم نعم أنها غير حلال وأنها حرام فلا يجوز له أخذها، يسأل عن الزكاة، يسأل عن أخذها، لا يجوز أن يأخذ مالا حراما يعلم أنه حرام. أما إذا لم يعلم أنه حرام فإنه يأخذه آجارا أو غيره آجار، فإذا كان تم عليه الحول من العقد، من عقد الإيجار تم عليه الحول، فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب لإخراج ربع العشر، ريالين ونصف في المئة. نعم.